يخلص العبادة لله سبحانه وحده، رافعا أكف الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه علينا إن وفقنا لإقامة دينه وشريعته. ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية والسلام. نشكر الله الذي مكننا من مواصلات العمل على بناء بلادنا ودعمنا رهاها وعزتها. شيء تعتز به البلد وأهلها أنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وأخلاقهم العربية العالية. أيها الشعب الكريم، يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائما واستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم. فأقولكم يا أخوان، ترى أبوابنا مفتوحة، أذاننا مفتوحة لكم في أي وقت. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.